ينضم إلينا عبر شبكة سكايب من كوفنتري في بريطانيا مدير المركز الروسي لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي، لماذا هذا التضارب في الأنباء بشأن سقوط طائرة روسية في الحسكة؟ المرصد السوري لحقوق الإنسان يعني بتجيب لنا تهمات بالمعارضة هلا. طبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، التضارب هو ليس تضارب حقيقة الأمر، الطائرة سقطت، الطائرة الروسية، عطل فني نعم قد يكون عطل فني، نحن لم نكن داخل الطائرة، ولكن التضارب كان من جانب النظام السوري الذي تحدث عن مقتل أحد الطيارين أو قائد الطائرة، بينما الواقع أن ثلاثة كانوا على متن الطائرة أصيبوا بجراح، لم يكن هناك قتلى، لم يكن هناك نيران صديقة نقول القوات التركية التي تسير دوريات مشتركة مع القوات الروسية في تلك المنطقة. بعد سقوط أو هبوط الطائرة اضطراريا أو سقوط الطائرة نتيجة عطل فني، جرى يعني جاءت طائرة أخرى كانت بالمنطقة وأسعفت الجرحى باتجاه القامشلي، وجاءت سيارات روسية من القاعدة من أجل عدم اقتراب الفصائل الموالية لتركيا من الطائرة التي هبطت اضطراريا أو سقطت نتيجة عطل فني. طيب، بالنسبة للانفجارات الجديدة التي تضرب بادية البوكمال شرقي دير الزور، يعني كان هناك لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الانفجارات أو قل هو عندما أذعنا هذا الخبر، هل هناك من معلومات إضافية؟ هل لديك تفاصيل؟ يعني المعلومات المؤكدة بأن الانفجارات ناجمة عن قيام ما يعرف بالحشد الشعبي العراقي بتفجير ذخيرة كانت لم تنفجر نتيجة استهداف سابق للمنطقة وليس تفجير لغم أو لغمين، لأن الانفجارات كانت كبيرة لم يستطيعوا يعني إخلاء هذه الذخيرة أو يعني نقلها إلى مكان آمن، فقاموا باستهدافها وتفجيرها بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة إيرانية. ودعني أقول بعجالة بأن منطقة غرب دير الزور، نشر المرصد تقرير قبل قليل يفيد بوجود أكثر من 25,000 مقاتل من جنسيات سورية وغير سورية يعملون تحت أمرة الحرس الثوري الإيراني في مساحة تفوق مساحة جمهورية لبنان. طب عندما تقول أستاذ رامي قاموا بتفجيرها، يعني إن كان مخلفات قصف سابق أو ألغام وعبوات، لماذا يقومون بتفجيرها؟ ما هو الهدف من ذلك؟ يعني حاولوا أن يقوموا بسحب هذه الذخيرة لم يستطيعوا، فقاموا باستهدافها وتفجيرها. لا نعلم لماذا قاموا بتفجيرها، هل كي لا يحصل عليها أحد؟ سابقا عندما استهدفت إسرائيل محيط مدينة دير الزور بقيت مستودعات لم تنفجر، فقاموا باستهداف المستودعات وتفجيرها، لأن يعني الدخول إلى هذه المستودعات يعني نهاية حياة من سوف يدخلون إليها. الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن هذه النشرة.